السلام عليكم، تحية طيبة متابعينا الكرام. أسعار حديد تسليح الماس العراقي اليوم الأحد 16/1/2022 حسب الوزن والعدد. العراقي الماس الشمالي السليمانية أبو العشرة الطن 135 شيش، طول الشيش 12، وزن الشيش الواحد 7 كيلوات و404 غرام، السعر 1,225,000 للطن الواحد. أبو الثنى عشر الطن بـ 90 شيش، طول الشيش 12، وزن الشيش الواحد 10 كيلوات و66 غرام، السعر 1,135,000. أبو 16 52 شيش بالطن، طول الشيش الواحد 12، طول الشيش الواحد 12 متر، الوزن الكامل 18.95 كيلوغرام، السعر 1,230,000. وأبو 20 عدد الشياش الموجودة بطن 34 شيش، طول الشيش الواحد 12 متر، الوزن 29 كيلو و616 غرام، السعر طبعا للشيش الواحد، السعر 1,230,000. شيش أبو 25 الطن يحتوي على 20 قطعة، طول القطعة 12 متر، وزن القطعة الواحدة 46 كيلو و275، سعر الطن مالته 1,230,000. أبو 32 يحتوي على 12 قطعة شيش، طول قطعة الشيش 12 متر، وزن القطعة الواحدة 75 كيلو و82 غرام، سعر الطن 1,230,000. أخوتي الكرام، للحصول على بقية الأسعار أو بقية المواد يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوني ووالدي من خالص دعائكم. كل الحب والاحترام لكم. أرجع أن ما مشترك بالقناة خليه يشترك، ما أعتقد راح يكلف شيء، وكذلك وضع اللايك أيضا ما راح يكلف شيء. بخدمتكم خادمكم أبو رضا العبادي.